تسمعني؟ تحركوا وامشوا. كلنا وثقنا بنية هذا الرجل للأخذ بيد أمتنا العظيمة وقيادتها نحو عهد جديد من الازدهار. استتب إلى اليسار، إلى اليسار. الخائن بحوزتنا ونحن قريبنا إلى القصر. نعم سيدي، بقية العائلة المالكة، ولكنه كما كان النظام الملكي قبل الثورة قام هو الآخر بالتواصل مع الغرب في سبيل تحقيق مكاسبه الشخصية. استتب إلى اليسار، إلى اليسار. حان الوقت لإظهار قوتنا الحقيقية. إنهم يستهينون بعزيمتنا، دعونا نريهم أننا لا نهارهم. كشعب واحد سنحرر اخواننا من طغيان النفوذ الاجنبي. جيوشنا قوية وقضيتنا عادلة. بينما نتحدث معكم الآن تقترب شحاتل جيوشنا من أهدافها لكي تحقق لنا النصر ونحرر أمتنا الأذلة مرة أخرى. لقد بدأت حملتنا المقدسة. سندمر بها كما يدمرونها. هكذا ابتدأ.